السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف ازاي ندمج الصوت مع الصور. يعني ممكن حد مثلا عمل ملف صوتي فعايز احط عليه الصور بتاعتها، فهاجي اقول له هنا انا عايز اعمل امبورت فايل. طيب انا عايز دلوقتي احط الملف الصوت، فملف الصوت انا كنت اعمل له داونلود، هاجي هنا اهوت، هتلاقي هنا في الاوديو. طيب هقول له اسحبه من هنا وابدا احط هنا تراك. ممكن تحط كذا حاجه، يعني ممكن تحط كذا صوت كذا صوره في نفس المكان. طيب هقول له الصور بقى، هقول له امبورت فايل واختار المكان اللي هحط فيه الصور، مثلا الصور ديت اهيت اوبن، وتبدا بقى تسحب الصوره وتحطها هنا. ولف في اي وقت ان انت تحرك تكبر صورة مثلا الحجم بتاعها، تخلي الصورة دي تمتد كده بالشكل دوت. يعني هو بيديني مرونة ان انا اتحكم في الوقت اللي بياخده كل صورة فيهم. طيب بعد بقى ما بخلص بقول له سيف لي الملف دوت، ممكن تسيف كبروجكت، يبقى انا كده لسه هكمل شغل. سبورت فيديو بيقول لي بقى عايز تسيفه باني اسم، وعايز تسيفه فين، والامتداد المفضل ليك. تمام، يعني ممكن AVI، ممكن MOV، MP4، زي ما احنا عايزين الجودة. تمام، طيب هنقول له دي مثلا العدد، تمام، واقول له براوس هحطه على الديسكتوب دلوقتي، واقول له سيلكت فولدر، واقول له اكسبورت فيديو، يروح اعمل له اكسبورت.